خلال حضوره المؤتمر الأول للجنة المرأة في وزارة الداخلية، بارك وزير الداخلية الأستاذ محمد الغبان للمرأة حضورها ودورها الفاعل في وزارة الداخلية، مشيدا في الوقت ذاته بالتضحيات الجسام التي قدمتها في فترة النظام المباد التي قدمت فيها أكثر من 5000 شهيدة، وهذا هو دليل كافي على عظمة هذه المرأة. يطيب لي ونحن نبدأ أعمال مؤتمرنا هذا أن أتقدم باسمكم جميعا بخالص آيات التهاني والتبريكات للمرأة في جميع أرجاء المعمورة والمرأة العراقية خاصة، ونحن نعيش أيام الاحتفالات بيومها العالمي والذي مر قبل أيام. إن دور المرأة في العراق تعاظم بعد سنين من التهميش والإقصاء الذي تعرضت له المرأة العراقية إبان حكم النظام البائد والذي حاول تغيير مسارات عملها لتسير وفق منظومته الأمنية والاستخبارية والحزبية. وقدمت المرأة أكثر من 5000 شهيدة أعدمهن النظام البائد بعد وقوفهن ضد أفكاره ومنهجه، وهذا دليل لا يقبل الشك على عظمة المرأة في العراق ورفضها للظلم والحيف. وبعد بزوغ فجر الديمقراطية على بلدنا، حظيت المرأة العراقية بالمكانة التي يجب أن تكون عليها، ما أسهم في تعاظم دورها. وقد أثبتت المرأة سواء في مشاركتها في الانتخابات أو في الحياة السياسية أو في ميدان العمل التطوعي والمدني أو في جميع مجالات الإبداع أنها لا تقل حيوية وحماسة ووعيا لما ينبغي أن تكون عليه في مجتمع ديمقراطي متعدد يرنو إلى ممارسة الحرية بكل أشكالها من أجل مجتمع ناهض وحياة ملؤها التوازن في الحقوق والواجبات بلا تمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو الثقافة. الغبان أكد أن المرأة العراقية قادرة على المساهمة في صنع الحياة، وهي اليوم تساند أخيها الرجل في التصدي لعصابات داعش الإرهابية، وإن الوزارة تطمح إلى تعظيم مشاركة دور المرأة في القرارات الأمنية كونها لا تقل إرادة عن الرجل. فرغم خسة العدو واستهتاره بأبسط قيم الإنسانية، إلا أن المرأة كانت خير ظهير وسند للرجل في تحملها أعباء مواجهة الإرهاب بكل تكاليفه الباهظة، حيث صمدت المرأة وتحملت القسط الوافر من العناء نتيجة فقد الأحبة من الأزواج والأبناء والأهل، أو نتيجة النزوح وظروف العيش خارج الديار في ظل ظروف غير مواتية. ورغم ذلك فإن المرأة العراقية ما زالت تقاوم إلى جنب الرجل من أجل أن يتجاوز العراق محنة الإرهاب وحالة اللا استقرار. وأملنا كبير في أن ننجح جميعا في هذا التحدي بفضل قوة إرادة ومتانة وموقف المرأة العراقية التي ننحني جميعا أمام صبرها وثباتها وحسن إدارتها في هذه المرحلة. وإذا تحدثنا عن دور المرأة في وزارة الداخلية فهو أمر واضح للعيان، فقد تركزت استراتيجيتنا وخطة عملنا على إيلاء المرأة المكانة التي تستحقها، فشرعت الوزارة في فتح أبوابها أمام المرأة للمساهمة في العمل الأمني والخدمي، وخرجت الوزارة مئات الضابطات والمنتسبات، كما وظفت المئات لأداء واجبات مهمة تتناسب مع طبيعة المرأة. ونطمح أن تكون المرأة مشاركة في صناعة القرار الأمني. النساء أعمدة الحضارات هو الشعار الذي كان عنواناً لهذا المؤتمر النسوي للجنة المرأة في وزارة الداخلية.